المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قامت كلية الشريعة بحراك علمي ثقافي متميز من خلال تفعيل الدور الريادي لهذه الكلية في جامعة أم القرى، وهو الدور الذي يجب أن يناط بها لأنها هي الكلية الأم لهذه الجامعة، بما حظيت به من عناية فائقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزير التعليم العالي بشكل خاص، وباهتمام جدير بالشكر والعرفان من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بكري معتوق عساس. وهذا ما توقعناه وما لمسناه من خلال كلمات الشكر العطرة من معاليه عن هذه الكلية، وهو دائما حقيقة ما يرددها في جميع مجالسه. وقد دأبت الكلية من خلال إقامة المحاضرات والندوات المتتالية على أن تكون سباقة لكل ما يهم أعضاء هيئة التدريس وطلابها والمجتمع الذي يرى فيها أنموذجا راقيا يحتذى به، وتأتي هذه الورشة استكمالا لنجاح كلية الشريعة المتتالية حقيقة خلال هذه الفترة. الشكر موصول بعد الله سبحانه وتعالى بعد توفيق الله إلى فضيلة عميد كلية الشريعة الدكتور غازي بن مرشد العتيبي على هذا الحراك وهذا الجهد المتميز الذي بإذن الله تعالى سيؤدي إلى تفعيل دور هذه الكلية. والشكر موصول لرئيس قسم المحاسبة في كلية الشريعة الدكتور فيصل الروقي على تعاونه وعلى تسهيل مثل هذه المحاضرات القيمة. كما لا يغفل عن الكثير عما يتم في الغش والتلاعب في التقارير المالية للشركات المساهمة في جميع أنحاء العالم وليست المملكة العربية السعودية حقيقة بمنأى عن مثل هذه التلاعبات التي تصير. يبدو حقيقة أن هذا الموضوع طبعا لا شك أنه يهم كل ما هو متعلق بالاقتصاد وطلاب أيضا طبعا الطلاب القسم المحاسبة والاقتصاد ومعرفتهم بما تتضمنه هذه التقارير المالية، رغم أن هذه تخصصية إلا أنها حقيقة تغطي كثيرا من الجوانب. أولا لتثقيف المجتمع المستخدم لمثل هذه البيانات وكيفية إعداد التقارير المالية وكيفية التلاعب في مثل بعض البيانات التي تؤدي إلى تضليل مستخدمي هذه القوائم. يعني حقيقة هناك بعض الأمور التي يجب أن يثار، ولكن المقارنة بغيرها من التقارير فيما يحدث في العالم الكثير حقيقة من القضايا التي رفعت على مكاتب المراجعة من خلال مستخدمي البيانات لأنها تضمنت حقيقة بعض البيانات المضللة التي أدت إلى اتخاذ قرار خاطئ من قبل المستثمرين أو المستفيدين من هذه البيانات، مما يؤدي إلى حقيقة التأثير على الاقتصاد بشكل عام اللي هو عصب الحياة خلال العقود القريبة والعقود المستقبلية. محاضرتنا حقيقة هذه من الدكتور سعادة الأستاذ الدكتور إحسان بن صالح المعتاز تأتي لتسليط الضوء على كيفية التلاعب في القوائم المالية، كيفية حقيقة الغش في القوائم المالية، وتعرف الكل يعلم حقيقة أنه مطلوب من المسلم حقيقة أن يقوم بالعمل كما يجب، لكن أيضاً مطلوب أن يكون هناك قوانين وتشريعات تحد مثل هذه الظاهرة وتقلل من آثارها. جميع التشريعات حقيقة بدون استثناء تحارب مثل هذه التصرفات، ولكن ليعلم الجميع أيضاً أن عملية التقرير المالية والمراجعة لها لا تتم بشكل كامل، وإنما تتم بقضية أو ما يسمى بالعينة، يعني مجموعة من البيانات يحاول المراجع
التأكد من أنها تتطابق مع المعايير، معايير المراجعة المتعارف عليها أو معايير المحاسبة المالية، لكن أيضا لا يمكن أن يغطي خاصة جميع البيانات، خاصة مع كبر الشركات واتساع أحجامها واتساع أعمالها، وإنما هي طبعا يعني في النهاية نقول أنها قضية اختيارية، مجموعة من البيانات أو العينة ثم يراجع. وبالتالي هناك قضيتين، القضية الأولى أن يكون هناك الغش متعمد، يعني بمعنى أن هناك اتفاق ما بين المراجع وإدارة الشركة على تضليل المستخدم، وهذا طبعا هو الغش يعني اللي يجرم عليه القانون. ثم هناك قضية أخرى اللي هي ناتجة عن الأخطاء البشرية، يعني الغير المتعمدة، وهذا أيضا طبعا ينتج عن أن الإدارة تحاول أن تضلل المراجع بطريقة طبعا محاسبية صرفة، أو أنه حقيقة يقلل من قضية اعتماده على توسيع العينات لأنها أيضا مكلفة. محاضرنا اليوم لسعادة الدكتور إحسان بن صالح المعتاز، طبعا من مواليد مدينة الطائف، سأتحدث حقيقة بالمعلومات التي أعرفها عنه وهو رفيق درب حقيقة. طبعا حقيقة شاهدت فيه إن شاء الله لعله نزكي الله أحدا، لكنه من الأخوة الزملاء المتميزين في البحث العلمي والتدريس أيضا، وطلابه يشهدون بذلك، والكثير من الأبحاث حقيقة. وما يميز الدكتور إحسان المعتاز هو التركيز على ربط الفكر المحاسبي والتقارير المالية التي سأتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل بالمنهج الإسلامي القويم حقيقة، وهذا ما يميز حقيقة قسم المحاسبة في جامعة أم القرى، أنه يعني يتحدث أو يأخذ جانبين شرعيا وماليا أو محاسبيا حقيقة. له العديد من الأبحاث التي حقيقة سواء من خلال المؤتمرات أو المجلات العلمية، له كثيرا من المشاركات سواء مثل هذه المحاضرات والمشاركات في الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية. رجل حقيقة، من باب الثناء أتكلم وليس مدح حقيقة، أنه رجل له باع طويل جدا في تخصص المراجعة. طبعا بالمناسبة احنا التخصصات عندنا كثيرة، لكن هو الزميل الدكتور إحسان صالح المعتاز متخصص في المراجعة. طبعا هو حاصل على البكالوريوس من جامعة أم القرى، إذا لم تخني الذاكرة 1410 تقريبا في الدفعة الأولى التي تخرجت من كلية الشريعة، ثم حصل على الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، ثم سافر حقيقة للحصول على الدكتوراه من جامعة لفبرة بالمملكة المتحدة، وتخرج منها عام 2004. حقيقة رجع إلى وطنه حقيقة وإلى مدينة مكة وإلى كل جامعة أم القرى جامعتنا الحبيبة، وإلى كلية الشريعة كليتنا العريقة والأم لهذه الكلية لهذه الجامعة، ولقسم المحاسبة بالتحديد قسمنا الذي نفتخر به حقيقة بطلابه بأساتذته حقيقة بجميع من تعامل معه حقيقة. أنا حقيقة لا أود الحقيقة الاستثار بالحديث عن هذه المحاضرة وعن هذا المحاضر، وإن كانت مناقبه كثيرة جدا لا يمكن أن أغطيها في عجالة. ستكون المحاضرة بإذن الله تعالى أو الورشة أو الحديث خلال 45 دقيقة، ثم نترك المجال للزملاء أعضاء هيئة التدريس وطلابنا للتعليق أو الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة فمحاضرة. فنتمنى حقيقة من التوفيق لسعادة الدكتور إحسان صالح المعتاز وأن يلتزم بالوقت الملائم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس، نتوجه بخالص شكرنا وتقديرنا وعرفاننا إلى جامعتنا الموقرة ممثلة في مديرها ووكلائها،
والشكر موصول إلى فضيلة شيخنا وعميد كلية الشريعة الذي تفضل وبادر وسارع في الموافقة والحث على هذه النشاطات وطلب مثل إقامة مثل هذه الملتقيات الثقافية، فجزاه الله خيراً، ولا بد أن نرد الجميل إلى أهله. كذلك الشكر موصول إلى سعادة رئيس القسم على جهوده الطيبة، ولا جميع الزملاء أعضاء القسم طلاباً وأساتذة، وإلى الجميع. والشكر أيضاً إلى الحضور الكرام على تكريمنا في حضور مثل هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن تكون خالصة لوجهه وأن يكون فيها النفع والفائدة للجميع. موضوعنا اليوم حول قضية الغش في القوائم المالية بالشركات المساهمة السعودية، أسبابه، طرقه، علاجه. طبعاً سبب الحديث حول هذا الموضوع يعود لعدة أمور. أولاهما أننا عندما نتحدث عن الشركات المساهمة، ربما إنسان يقول لماذا لا تتحدثون عن شركات التضامن أو المنشآت الفردية أو المسؤولية المحدودة؟ فنقول إن شركات المساهمة الحديث فيها هو أولى، نظراً لأن شركات المساهمة التي يملكها هم آلاف بل مئات الآلاف من الناس، وهم المواطنون العاديون، وهؤلاء في الغالب لا تتوفر لديهم المقدرة والمعرفة على التحليل المالي ومحاسبة المسؤولين، فهم يكلون الأمور إلى من هو فوقهم، وبالتالي تقع المسؤولية عظيمة على من هو فوقهم من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحقيق مصالح هؤلاء الذي يعدون بمئات الألوف من الناس، فتقع المسؤولية عظيمة، فيحتاج الإنسان للحديث عن هذه القضية نظرا أن تتعلق بمصير أو باستثمارات مئات الألوف من الناس. الأمر الثاني أن شركات المساهمة يعني دائما تقوم على معظم الشركات الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني في بلادنا وفي جميع بلاد العالم. فلو نظرنا إلى واقع شركاتنا المساهمة في المملكة مثلا، نجد أن قطاع البنوك تقوم به شركات المساهمة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الكهرباء، وقطاع الزراعة والصناعة، وجميع الأمور الرئيسية التي يقوم على الاقتصاد الوطني تقوم على يد الشركات المساهمة. وبالتالي وجبت العناية بالحديث حول هذا الموضوع وإفراده بالأهمية. الأمر الثالث أن الذي يقوم بإدارة مثل هذه الشركات هم ليسوا ملاكها، يعني عندما النظرية المعروفة أنه في المنشآت الفردية فإن الغالب أن صاحب الشركة هو الذي يدير شركته، وبالتالي يكون أحرص الناس على مصالح شركته. لكن في شركات المساهمة الذي يدير هذه الشركات ليس صاحبها، بل هو واحد من عشرات الألوف من الناس، وبالتالي استوجب الأمر وضع أجهزة رقابية تتابع ماذا يفعل هؤلاء المديرون في مصالح هؤلاء الملاك الذين يعدون بعشرات الألوف من الناس. فانفصال الملكية عن الإدارة يزيد الثقل والعبء على مشرعي القرارات وعلى جهات الرقابية لكي تتابع مصالح هؤلاء المواطنين. أما الأمر الآخر الذي أود توضيحه في البداية فهي قضية القوائم المالية. ربما يحضر معنا اليوم بعض الأشخاص اللي هم ليسوا متخصصين في النواحي المالية، فنوضح لهم أن القوائم المالية التي نعني بها حديثنا في هذا اليوم هي النتائج التي تصدرها الشركات المساهمة في نهاية الفترات المالية. فقد جرى العرف أن الشركات جميعها أو أن الشركات جميعها مطالبة بأن تعطي نتائج مالية كل فترات دورية، يعني ملزمة أن تعطي كل سنة نتائج، ماذا عملت وماذا اشترت وماذا باعت وما هو مخزونها وما هي أصولها وهل ربحت أو خسرت وما هو مقدار الربح وما هو مقدار الخسارة. تنشر مثل هذه الأمور في الجرائد والصحف ومواقع الإنترنت ونحوها. فعند ذلك لابد من تكون هناك محاسبة للقائمين على هذه الشركات لمساءلتهم عن مدى قيامهم بالواجب الملقى على عاتقهم، هل قاموا بالأمر الذي كان يتوجب عليهم القيام به أم أنهم قصروا وفرطوا. ولذلك الحديث حول موضوع الغش وهو موضوع رئيسي، وطبعا نبدأ به حديثنا لأن المحاسبة تعد من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتساعد القائمين عليها في اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تدعيم وتقوية مركزها المالي. وتتضمن قواعد سلوك وأداب المهنة الكثير من المبادئ التي تمثل القيم الأخلاقية التي يجب
أن يلتزم بها جميع من يمارس هذه المهنة أو من يقوم بعمل يجعل هذه المهنة تراقب عليه، وتعتبر قواعد وسلوك آداب المهنة مقاييس للأداء التي يجب أن يلتزم بها الجميع، وبالتالي يجب على العضو التحلي بها عند ممارسة أعماله وعند تعامله مع زملاء المهنة ومع العملاء وغيرهم، وهي تهدف أيضاً إلى رفع مستوى المهنة وتحسين أداء أعضائها وكسب ثقة المجتمع. طبعاً هذه المبادئ والإخوة التي تكتب في الكتب الآن أو من قبل 20 أو 50 أو 100 سنة ليست ابتكاراً جديداً، بل قد سبق الإسلام في تقعيد تلك المبادئ وتأصيلها منذ ظهور هذا الدين الحنيف. فمبادئ الشهادة الصادقة واجتناب شهادة الزور وعدم كتمان الحق والاستقامة والصدق والأمانة والتمسك بالحق والعدل والتحكم في الأهواء وعدم الخيانة والإخلاص في أداء العمل تعد من مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام ليتمها. طبعاً الأمانة والاستقامة أيها الإخوة هي من مكونات الشخصية الإسلامية، وهما من الخصائص الأساسية المميزة للعمل المهني أيضاً، بالإضافة إلى السلوك الإسلامي القويم، وهما أيضاً يعني الأمانة والاستقامة من الخصائص التي يستقي منها المجتمع ثقته في المهنة. فلو لم يكن لدى ممارسي هذه المهنة الأمانة والاستقامة فلن تكون هناك ثقة من المجتمع بممارسي هذه المهنة. ولذلك تقتضي الأمانة من العضو أن يكون نزيهاً صادقاً. ويمكن تعريف الاستقامة بأنها كل خلق كريم، بحيث لا يجوز الإخلال بهذه الأخلاق من أجل مغانم أو مزايا شخصية، ولا يعني ذلك عدم وجود الخطأ، بل قد يكون الخطأ موجود، لكن الأمانة والاستقامة ينتفيان إذا وجد سوء النية أو وجد الإهمال والتغاضي عن المبادئ التي لا بد من التمسك بها للحفاظ على هوية هذه المبادئ الأخلاقية. طبعاً لا بد لنا في البداية نتحدث عن معنى الغش في اللغة. الغش في اللغة أيها الأخوة هو نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغشش المشرب، وغشه يغشه غشاً يعني لم يمحضه النصح، يعني لم ينصح له بما يجب أن يفعل ذلك، وأظهر له خلاف ما أضمره. فكل إنسان يطلب منه أداء عمل فلا يقوم به على ما يجب متعمداً أو مهملاً فقد غش الشخص الذي أوكل إليه المهمة. واصطلاحاً هو كتم كل ما لو علمه المبتاع كرهه. قال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير: الغش ما يخلط من الرديء بالجيد، يخلطون الرديء بالجيد لكي يغشون المشتري. وقال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن الكبائر: الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة يعني صاحب السلعة من نحو بائع أو مشتري فيها شيئاً، لو اطلع عليه مريد أخذها يعني المشتري ما أخذها بذلك المقابل. والعمدة في ذلك يا الأخوة الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل السوق ذات يوم كعادته في تفقد أحوال الرعية، فوجد رجلاً عنده صبرة الطعام، فأدخل يده عليه الصلاة والسلام في الصبرة لكي يتفقد ماذا يبيع الرجل، فأصابت يده عليه الصلاة والسلام بللاً. وطبعاً البلل في مثل هذه الأمور يعتبر خطأ جسيم، لأن البلل لا يغتفر في هذه الأشياء، لابد أن تكون جافة. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته فوق لكي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام الكلمة البليغة الحكمة المستمرة: من غشنا، وفي رواية: من غش فليس منا. وعبارة ليس منا أيها الإخوة الكرام تقتضي أن يكون فاعل هذا الأمر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. فكلنا يعلم أن تعريف الكبيرة هي ما ترتب عليه لعن أو طرد أو غضب أو بعد، ومن ذلك إذا جاءنا حديث يقول ليس منا، فهذا يدل على ارتكاب فاعل مثل هذا الأمر كبيرة من كبائر الذنوب. فالغش يعد كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تغتفر إلا بتوبة الشخص وإعادة الحقوق إلى أصحابها. إذن الأمر ليس بالأمر الهين والسهل. نأتي إلى موضوعنا أيها الإخوة. قد تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لهجوم شديد بعد الانهيارات المتتابعة التي طالت العديد من الشركات الكبرى في العالم في العديد من دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية،
وقد أجمعت آراء معظم المتابعين لتلك الظاهرة أن قيام الإدارة بغش التقارير المالية يعد السبب الأساسي للانهيارات المفاجئة لمعظم هذه الشركات. إذن وجود الغش في التقارير المالية وإظهار نتائج غير صحيحة كان هو السبب الرئيسي لهذه الانهيارات. طبعاً لا بد أننا أن نعرف الغش من منظور المحاسبي، نقول هو خطأ متعمد ومقصود أو إغفال بيانات جوهرية أو معلومات محاسبية بحيث تضل القارئ تلك القوائم وتقوده إلى قرار أو حكم غير سليم. ويخرج بذلك، يعني يخرج من هذا التعريف، السهو والخطأ غير المقصود والذي لا يمكن تسميته غشاً بحال من الأحوال. قريباً من هذا التعريف الذي ذكرناه عرفه معيار المراجع الدولي وأضاف إضافة إلى ما سبق بأن هذا التصرف، يعني الغش، غالباً يأتي من قبل أحد أفراد الإدارة لأنهم الذين يعدون التقارير المالية، يعني الذي بيده الاطلاع أو إصدار التقارير المالية هو الذي ممكن أن يغش، أما الشخص البعيد فلا يستطيع أن يغش. الغش يأتي من الذي يصنع التقارير المالية، وبالتالي يفعلون ذلك لماذا؟ للاستفادة من ذلك الغش بطريقة غير قانونية. وذكر المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أن الغش في القوائم المالية غالباً يحدث عندما تتجاهل الإدارة المعايير المحاسبية، وذلك للوصول إلى الأهداف المحددة مسبقاً، وبالتالي يقع كبار التنفيذيين في ذلك التحريف. القضية أيها الأخوة أن بعض كبار التنفيذيين يضع من قبل بداية العام هدفاً، يقول سوف أحقق في هذا العام مثلاً ربح مقداره 10 مليون ريال على سبيل المثال، فإذا أتى في نهاية العام وجد أنه لم يحقق مثل هذا الربح وربما خسر، فيريد الآن أن يظهر أمام المساهمين وأمام أعضاء مجلس الإدارة وأمام الجهات الرقابية بأنه حقق الهدف المرشود، فيتلاعب في الدفاتر والقوائم لكي يظهر النتيجة التي خطط لها مسبقاً، ويكون ذلك بطريقة غير صحيحة وبطريقة مزورة وتحريف واضح مقصود. طبعاً يهدف هذا البحث لدراسة قضية الغش في القوائم المالية، أسبابه، طرقه وعلاجه لما له من أثر سلبي في إهدار الثروات وانهيار الثقة في الأسواق المالية بشكل عام، كما حدث بعد انهيار العديد من الشركات الكبرى في العالم، كما أن البحث يستهدف بشكل خاص مدى وجود الغش في القوائم المالية بالشركات المساهمة السعودية، حيث لا توجد إحصائيات أو دراسات رغم كثرة الأبحاث والدراسات حيال هذا الموضوع في دول العالم الأخرى. لا توجد لدينا إحصائيات حول مدى وجود هذه القضية في الشركات المحلية الوطنية. طبعاً ينقسم الغش بشكل عام إلى قسمين، يعني نوضح في البداية أن الغش ينقسم إلى قسمين، أولاهما غش خاص بالتقارير المالية ويسمى غش الإدارة كما سبقاً ذكرنا، لأن هذا الغش وهو غش التقارير المالية لا يمكن أن يحدث بدون علم أو رضا الإدارة أو تشجيعها من باب أولى، فلا بد أن يحدث هذا الغش في التقارير المالية عن طريق إدارة الشركة. طبعاً هذا الغش يحدث عن طريق التلاعب أو التزوير أو تغيير السجلات المحاسبية أو المستندات المؤيدة التي يتم على أساسها إعداد القوائم المالية، كذلك يكون ذلك بإظهار عبارات أو بيانات أو معلومات غير صحيحة ذات أهمية نسبية أو حذف متعمد لبيانات أو معلومات أو مبالغ ذات أهمية نسبية. وعندما نقول أهمية نسبية فإن نعني الأمور التي لو اطلع عليها إنسان لغير قراره بناء على هذه الأهمية، أما لو حصل غش في 5 ريالات في شركة بالملايين فلا يسمى مثل هذا أهمية نسبية. صحيح غش لا يجوز شرعا، لكن نتكلم الآن أنه لا يصح أن يقال عنه أهمية نسبية. الأهمية النسبية التي يترتب على ضوئها تغيير قرار الإنسان في اتخاذ حكمه. كذلك يكون من طرق هذا الغش تعمد التطبيق الخاطئ للمعايير المحاسبية فيما يتعلق بالقياس أو العرض أو الإفصاح العام. النوع الثاني من الغش وهو الذي ليس في موضوع حديثنا اليوم هو موضوع اختلاس الأصول أو سرقة الأصول كما يسمى أو إساءة استخدامها، ويمكن حدوث اختلاس الأصول من خلال اختلاس المقبوضات النقدية وما يماثلها أو سرقة الأصول الشركة، سرقة آلات الشركة ومعداتها وسياراتها، أو التسيب في قيام المنشأة بدفع مبالغ مقابل بضائع أو خدمات دون أن يتم
استلامه أو الحصول عليها. طبعاً هذا النوع الثاني ليس هو موضوع حديثنا، حديثنا عن النوع الأول وهو غش التقارير المالية، ويعتبر منع وقوع الغش في القوائم المالية وهو النوع الأول أكثر صعوبة من منعه في سرقة واختلاس الأصول وهو الثاني، باعتباره مرتبطاً في الغالب بالتحايل. هذا النوع الأول مرتبطاً بالتحايل والتفنن في استخدام أساليب جديدة لإيقاع الغش بعكس سرقة الأصول، يعني من الصعوبة بمكان يأتي إنسان ساذج ويسرق آلات المنشأة في وضح النهار وحتى في الليل، اتضح مثل هذا، تتضح بصماته واتضح أنه سوف يسرقها ويراها الناس، فهذا في الغالب لا يحدث إلا في منشآت متسيبة. طيب، طريقة البحث أيها الإخوة كانت طريقة البحث عن طريق استخدام المقابلات الشخصية. ربما يسأل سائل فيقول لماذا تم استخدام هذه الطريقة دون غيرها؟ طبعا عندنا طريقة أخرى متاحة وهي طريقة الاستبانات أو ما يسمونها الاستبيان، والحقيقة والصواب أن اسمها الاستبانة وليس الاستبيان. الشاهد أن الاستبانة على الرغم من مزاياها الكثيرة في التوزيع على عينة كبيرة من الناس وسهولة توزيعها عن طريق التواصل الإلكتروني بالإيميل أو بالفيسبوك أو عن طريق البريد أو الفاكس ونحو ذلك، إلا أنها تبقى طريقة معيبة، لأنها الشخص الذي يتلقى المعلومة لا يدري هل الذي أجاب عن هذه المعلومة هو الشخص الذي تريده أم شخص آخر، فربما توزع الاستبانة ويصل إليك الرد ولا تدري هل هو الشخص المطلوب أم غيره. والأمر الثاني، هل أنت تتأكد وتجزم أن الشخص أجاب بالحقيقة أم خلاف الحقيقة؟ والأمر الثالث، هل أنت متأكد أنه كان هادئ البال مرتاح عندما أجاب أم كان مستعجلا يريد إرضاءك ومجاملتك فأجاب بكل سرعة؟